بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سوف نتناول درسا جديدا بعنوان ما مصادر الأغذية التي أتناولها في كتاب الواضح في النشاط العلمي المستوى الثالث ابتدائي الصفحة 15. ما مصادر الأغذية التي أتناولها؟ دو بروفيان لي زاليمون كو جو مونج. الهدف التعلمي. أحدد مصادر تغذيتي. جو بريسيز لي زوريجين دو مون أليمونتاسيون. أنطلق. ألاحظ بعض الأغذية التي أتناولها خلال وجباتي الغذائية. نلاحظ الصورة. هناك طفلة تتناول وجبة غذائية. هذه الوجبة تتكون من لحوم، خضار، فواكه، ماء. نعم، إذن هذه الوجبة الغذائية متنوعة. هنا أتساءل، يمكن أن نطرح عدة أسئلة، منها ما أنواع الأغذية التي نتناولها؟ أفترض تتنوع الأغذية بتنوع مصادرها. هناك يعني مصدر حيواني، مصدر نباتي، مصدر معدني. بالنسبة للماء مصدره معدني، يعني الفواكه والخضار مصدر نباتي، اللحوم يعني اللحم مصدره حيواني. أختبر. أبحث في وثائق خاصة بالتغذية عن مصادر الأغذية التي أتناولها. أصنف بعض الأغذية التي أتناولها حسب مصادرها. خبز، حليب، سكر، ماء، بيض، بطاطس، ملح، طعام، لحم. إذن ما المطلوب منا؟ أصنف بعض الأغذية التي أتناولها حسب مصادرها. إذن المصدر يعني مصدر هذا يعني هذه الأغذية إما نباتي، حيواني، معدني. اسم الغذاء. إذن نبدأ بالخبز. إذن خبز، إذن مصدره نباتي. حليب مصدره حيواني. حليب. سكر مصدره نباتي. ماء أصله ومصدره معدني. بيض مصدره حيواني. بطاطس مصدره نباتي. ملح طعام مصدره معدني. لحم مصدره حيواني. استخلص.
أملأ الفراغات بما يناسب: معدني، حيواني، نباتي. الأغذية التي أتناولها متنوعة، يمكن تصنيفها إلى أغذية من مصدر كالخضر والفواكه والحبوب. إذن الخضر والفواكه والحبوب ذات مصدر نباتي، إذن أغذية من مصدر نباتي. أغذية من مصدر كاللحوم والحليب والبيض، إذن أغذية من مصدر حيواني. أغذية من مصدر كالماء وملح الطعام. أغذية من مصدر معدني. J'écris l'origine de chacun de ces aliments. L'aliment, sardine, carotte, yaourt, riz, pomme, son origine. Sardine, son origine animale. Carotte. Son origine végétale. Yaourt, son origine animale. Riz, son origine végétale. Pomme, son origine végétale. أغني معجمي، مصدر نباتي، أوريجين فيجيتال، مصدر حيواني، أوريجين أنيمال، مصدر معدني، أوريجين مينيرال. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.